أكيد مش مهم نتأخر على الشغل، بس لأنه مس نادين عندها قصص أهم بكتير. ما في شي متأخر أبداً، كل شي عندك من الصبح. حتى التقرير اللي طلبته منك من ساعة؟ بعتلك من ربع ساعة، مور ريفرش. بس أنا قلت ممنوع الموبايل كمان بالشغل، لا؟ لا، أنت فاهم الموضوع كتير غلط. أنا بس كنت عم بتطمن على أمي لأنه شوي مريضة. طمنتي عنا؟ سلامتها. ايش الحال؟ نرجع على الشغل بقى. تكرم عينك. ما كنت عارفة رح ازعل هالقد لما اشوفها واقفة قدامي. طلع في فرق كتير كبير بين انه اعرف انه في وحدة بحياتك وبين انه اشوفها عم تتطلع فيك وعم تضحك لك. وفوق الضربة شو تقول لك؟ حبيبي. بس هاد قلب شو عم بيتحمل؟ بس هيك تفكري انه انا ما كنت زعلان مثلك. يمكن اكثر حتى. هلا يوسف عم تعمل مقارنة بين إحساسي وإحساسك؟ أنت شو إحساسك؟ ماكسيموم شو؟ إحساس بالذنب؟ أنا بقلبي كيفي نار. بتعرف شو يعني؟ مش أنت بتعرفي شو يعني الإحساس بالذنب؟ الله بيعرف نيتك. وبيعرف انك انحطيت بهيدا الموقف غصب عنك وانك ناوي تطلع منه. حبيبتي ميرنا، نحن بظرف ما بنحسد عليه، بس بدنا نضلنا متذكرين انه بدنا نتحمل لحتى نبقى مع بعض، وهي الظروف لازم تقوينا مو تضعفنا. انت مو واثقه بغلاوتك عندي؟ انت كانت تركي لي حالك، لا تكوني انت والظروف علي.